بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله مأبوس رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد، نعمل شروحات خرسانة. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، لأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل، تكتب أبو سلمة نعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة إحنا عملناها. وأرجو من حضراتكم التعليق، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نتجاوز ان شاء الله رضاكم، واشكركم لمتابعتنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، النهارده ان شاء الله هنتكلم على حاجه هنعملها في اختبار من الاختبارات اللي احنا كنا عملناها كده، واختبار ده اسمه هو الكوركشن فاكتور. هو الاختبار كله عباره عن معادله صغيره كده هنصحح بيها نتيجة الكثافة القصوى اللي احنا جبناها، يعني الطرق اللي بنتكلم عليه دوت اتكلمت عليه المواصفة الأمريكية اللي هي STMG 4718، اللي بنقراها برضه إن شاء الله في الفيديو كده وهنعرضها ونشوف هنتكلم منين. المواصفة دي حضرتك فتحتها هي مليانة معادلات، احنا صفنا المعادلات دي كلها في معادلة صغيرة كده دوت هنكتبها إن شاء الله ونشوف هنشرحها إزاي. لما نتذكر احنا عملنا قبل كده اختبار بروكتور، وعملنا بروكتور المعدل، وعملنا البروكتور القياسي، وعملنا الريلاتيف دنسيتي. لكن لما يجي الراجل يعمل بروكتور اللي هو المعدل دوت بيعمل حاجه اسمها التعويض، اللي هو بيجيب بعد ما بيعمل العينه التضارب الحبيب، بعد ما بيعمل العينه التضارب الحبيب بتاعها بيحجد العينه كلها على مدخل 19 وبيشتغل على الجزء التحتاني دوت وياخد ما يعادل الكمية اللي محجوزة في 19، وبعد كده يهزها على 19 ويحجزها على 4.75 ويضيفها للكمية ديت ويعمل منها البروكتور بتاعه، ويطلع في الآخر جامد راي وإن هو بيشتغل عليها بعد كده. لكن يجي بقى الاستشاري يقول لك لا، أنت داخلها حجزت لي كل ما هو فوق منخل 19، يعني في فوق 19 في 25 وفي 37.5 وفي مش عارف في 75 مللي وفي 50 مللي، لا يا عم لا يا باشا. أقول له يعني إيه؟ يقول لي أنا عايز أشوف لو أنا دخلت الماتيريال المحجوز فوق 19 ده في البروكتور ده النتيجه هتبقى عامله ازاي؟ اقول له طب انا عملتها تعويض. يقول لي لا، هنعمل التعويض ده الرسمي اللي هو بتتكلم عليه المواصفه دي 4817 4718 اللي بتتكلم عليها دي. يبقى هنتكلم من خلال المواصفه الامريكيه اهي اما نشتغل ASTMD 4718. ديت تالت نوعها هتشتغل ازاي؟ عشان انا اطبق المواصفه ديت لازم يكون عندي حاجات، انا جبت الحاجات دي من زمان لما عملناها. اول حاجه احنا عملنا سيف طبعا معروف، يبقى لازم يكون عندي مار منخل 19، لازم يكون عندي النسبه بتاعت اللي مرت من منخل 19 هذه. وانا في السيف اللي احنا عملناه مع زمايلنا كانت المار كان 67.9%، دي اول حاجه. الحاجة الثانية المحجوز بتاع منخل 19 طبعا هيبقى ناقص 100، هيبقى 32.1%، يبقى ده كده نسبة المحجوز. عندي حاجة ثانية السبيسيفيك جرافتي بتاع المية اللي هو الوتر، وده احنا هنعتبره 1. ناخد بالنا من الأرقام دي. وبعد كده عندي البروكتور اللي احنا عملناه، احنا عملنا بروكتور موديفاي، ممكن ترجع له برضه وتشوف البروكتور عمل ازاي. عندي النتيجه بتاعت البروكتور اللي هو الجامد راي او الكثافه الجافه للماتيريال، ودي كانت عامله معاه 2.1111. دي الارقام اللي انا هشتغل بيها وهي موجوده عندي ومعطيات معلومه. لكن في حاجه هعملها بعد كده، ايه هي؟ ان انا هجيب الوزن النوعي بتاع المحجوز فوق منخل 19. هجيب الوزن النوعي او السباسي جرافتي بتاع الماتيريال اللي هو محجوز فوق 19، مش هاخد ده، هاخد اللي فوق بس. ناخد بالنا من دي عشان الناس بتغلط. لما يجي يعمل كوركشن فاكتور يدخل كل الماتيريال، لا، هيدخل الجزء اللي فوق 19 اللي هو ما دخلش معاه في البروكتور. واحنا عملناها وممكن نرجع للرقم 3 ازاي بنعمل سبيسفيك جرافتي بتاع الماتيريال وتعملها بنفسها. احنا عملناها كانت عامله سبيسفيك جرافتي للاجريت اللي هو اوفر سايز، اوفر سايز ممكن تجيب الكلمه دي في المصطلح اللي هو اوفر سايز 19 اللي هو فوق منخل 19، كانت عامله 2.455. طبعا الرقم ما حدش عليه قليل، لان الرقم ده للمحجوز بس لوحده، ناخد بقى اكتر من مره. محجوز 19 في المعادله بتقول ايه؟ المعادله بتقول 100، يا ريت تحفظ المعادله دي يا جماعه، 100 انا بحط كبير اهو، في نتيجه البروكتور اللي انا طلعتها
بنتيجة البروكتور، تمام، في كثافة الماء، كثافة المية اللي احنا لما عملنا لها سبابس جرافتي بالنسبة للركاب اللي هو فوق مارك 19، عايزين ناخد بالنا من دي، لأن المية ليها كثافة، احنا متفقين إن المية كثافتها 1 ودرجة حرارة 4، لكن لو احنا اشتغلنا بدرجة حرارة 23 مثلا يبقى الكثافة مش 1، فناخد بالنا في الاعتبار. فأنا بس هنعتبر الكثافة هنا 1 لأن مش هتفرق معانا. في نتيجة اللي هو الوزن النوعي، أهو الوزن النوعي للركام. وزن النوع للركام اللي هو ايه بقى؟ ناخد بالنا من دي، للركام اللي هو فوق بالعربي اهي منخل 19. ناخد بالنا من دي اللي فوق 19 بس، عشان ما فيش حد يقول الرقم ده قليل يعني، ما احنا قبل كده عملنا الوزن النوعي بالنسبه للركام كان جايب 266 تقريبا او 268. فانا بقول له عشان احنا دخلنا معاه اللي فوق منخل 19 واللي تحت 19، لكن المره دي احنا عاملين اللي فوق 19 بس. يبقى كده ادي الطرف اللي فوق ده اربع اطراف 100 في نتيجه البروكتور اللي طلعتها في كثافه الميه في الوزن النوعي. كل ده على اهو على ناخد بالنا، هفتح قوس المعدل الاطراف اللي فوق ديت هتعتبر فيها اطراف كتير برضه هي مكرره. اول محجوز منخل 19 اللي اتحجز بالمنخل 19 في البروكتور اللي انا طلعته في نتيجه البروكتور، اقفل القوس اقول زائد، ناخد بالنا من زائد دي لان في ناس كتير بتغلط وتروح عامله علامه الضرب. افتح قوس ثاني، هنا عملت المحجوز اقول هنا مار منخل 19 في كثافه الميه في الوزن النوعي للركام اللي هو فوق 19، السباس في جرافتي للركام اللي هو الاجريجيت اوفر سايز اللي هو فوق 19 بمعنى اصح، فوق منخل 19. ديت المعادله اللي يا ريت كل الناس الفنيين يعرفوها ويعتبر شبه يحفظوها. يحفظوا المعادله ديت اللي من خلالها هقدر انا اجيب الكوركشن فاكتور او اللي هو بالنسبه للركام اللي هو فوق منخل 19. انا عندي الارقام اهي موجوده هصفيها كلها من خلال ارقام موجوده عندي. اول حاجه 100 اهي هقول بتساوي يا اخوانا هقول 100 في البروكتور، البروكتور عندي اهو عامل كام؟ عامل 2211 في 2.211 البروكتور اللي انا عامله. لو عملت البروكتور المعدل واللي هو ب 56 دم في خمس طبقات، لو نتذكر نرجع للرابط ان شاء الله اللي موجود تحت نرجع له وهنلاقي ان شاء الله البروكتور بيتعمل ازاي. فالجاما درايف بتاعتها او الماكسيموم درايف بتاعها عامل 2111 في ايه تاني؟ في كثافه الميه اللي احنا قلنا عليها اعتبرها واحد، في الوزن النوعي للركام اللي احنا عملناه بسبابس جرافتي اللي هو 2.455 2.455 برضه اللي هو فوق 19، عمال اكرر فيها تاني عشان ما فيش حد يغلط ويحط اي رقم من عنده يضرب النتيجه في 2.6. اقول كل ده على بقيه المعادله اهي، محجوز 19 كام؟ 2.31، افتح قوس اقول 2.31 في نتيجه البروكتور اللي هو 2.211، اقفل القوس زائد، ناخد بالنا من زائد ديت، ناخد بالنا منها كويس جدا، زائد ايه؟ افتح القوس الثاني او الطرف الثاني مار 19 اللي هو 67.9 في كثافه الميه اللي هي 1 في الوزن النوعي للركام اللي هو فوق 19 اللي هو 2.455، واقفل القوس. اصفي المعادله بتاعتي بقى عشان نشوف نتيجه الحسابات دي كلها والارقام اللي انا عملت فيها دي هتسوي لي ايه في الاخر. ناخد بالنا، يا ريت اقرب الارقام كويس عشان تبان. انا طبعا صفيت المعادله ديت وهحسبها قبل ما اشتغل. فلو احنا ضربنا 211 2.211 في 2.455 في 1% هتديني 518.3، ديت الطرف العلوي او الطرف اللي فوق هيديني 513. ناخد بالنا في ناس بتنسى تضرب الرقم ده في 100، يعني تروح بالصفيه المعادله دي وتنسى علامه العلامه المئويه فبيديه رقم غريب فياخد بالك لازم نضرب النتيجه في 100، فادتنا 518.3. اقول على 32.1 اللي هو المحجوز في نتيجه البروكتور لقيناها عامله 67 علامه 7 زائد الطرف الثاني 67.9 اللي هو
مار من المنخل في 2.455 كانت عامله 166 علامه 6.9. ديت اللي هي تصفيه المعادله، بس ما خلصتش، اصفيها تاني هقول يساوي الرقم ده 518 علامه 3 على، لو انا جمعت الاثنين دول مع بعض هيديني 234.45. نقسم دي على طبعا اقل حاجه مع بعض هنلاقيها عامله لي 2.210. ديت الرقم ده هو ايه؟ بيدل عليه الرقم ده؟ الرقم ده بيدل على ان البروكتور بتاعي الفعلي 2.210 مش 2.111، على افتراض ان انا دخلت كل المقاسات بتاعت الركام في البروكتور عندي وعملت لها عمليه الدمج. اللي هتلاقيه بعد كده ان لانك انت لما تيجي تشتغل عمليه السندكون تحت في الموقع وبتاخد العينه بعد ما بتحفرها، بتاخد العينه من الحفر، بتاخد الطلبه، بتاخد منها كل المقاسات، فانت خدت معاها ركام فوق 19، مع انك انت لما عملت الدمج ما خدتش ما هو فوق 19، انت خدت ما يعادله، لكن الحبوبات نفسها الثقيله دي انت ما دمجتهاش، لكن الراجل في الموقع تحت دمج بيها. عشان كده غالبا الراجل بتاع المعمل بيجي يعمل سندكون في الموقع تحت يلاقي جايب نتائج عاليه جدا ونتائج شاذه، يجي يحسب يلاقيها مثبته 105 115، ايه الارقام الغريبه دي؟ لو هو استثمر كويس هيلاقي نفسه ان مش هو ده الماتيريال اللي هو عمله بروكتور في المعمل اللي هو جاب له الكثافه القصوى. واللي يدل على كده نفترض انا جايب مثال، مثلا الراجل بتاعنا زميلنا عمل سندكون، فنفترض هو الراجل في نزل في الموقع تحت، الراجل بتاع المعمل نزل الموقع تحت وعمل سندكون وراح المعمل وحسبه وصل للكثافه الجافه بتاعت العينه اللي هو عمل لها دمج. نفترض هو حسبها طلعت بوينت 2 بوينت مثلا او 3 5 بعد ما حسب كثافه الحجم الحفره وطلع كثافه التربه وطلع البنادق كلها وصل للكثافه الجافه اللي هي 2.035 اللي دي هيقسمها على البروكتور بتاعه اللي هو 211. لو قسم دي على دي، لو قسمها على 2.111 اللي هي العينه من غير ما يعمل لها كوركشن فاكتور، هيلاقي النتيجه بتساوي 96.4%. معنى كده العينه ديت ناجحه. لكن لا يا حبيب قلبي، المفروض تحسب النتيجه ديت على النتيجه بعد ما عملنا لها كوركشن فاكتور، بمعنى لو انت حسبت 2.035 وقسمتها على النتيجه اللي جبناها الجديده 2.210 هتلاقيها بتساوي كام؟ 92.1%، معنى كده ان العينه دي ساقطه. ديت لازم ياخد باله منها الراجل بتاع المعمل لما يجي يشتغل البروكتور يعمل الكوركشن فاكتور. فديت في فكره الموضوع بتاع العينه او المواصفه الامريكيه اللي هي الاس ام 4718، ويا ريت برضه كل الناس اللي تابعانا يقروها تاني المواصفه ديت، بحيث لو كان في اي حاجه احنا ما ذكرناش في المواصفه هيلاقيها في المواصفه ان شاء الله. وانا حاولت ابسط الموضوع كله على قد ما اقدر في المعادله ديت، واتمنى ان كل زمايلنا اللي متابعينا دلوقتي يحفظوا المعادله كويس جدا، انا حفظتها. وعشان كده ديت لما يجي الراجل الاستشاري يطلب مني او مدير معمل يقول لي انا عايز اشوف البروكتور لو انا عملته ودخلت معاه المقاس وليكن زي ما تعودنا، برضو بنجيب المواصفه اللي احنا بنتكلم من خلالها، اهي واضحه قدام مننا المواصفه الامريكيه الاي اس تي ام دي 4718، اهي بتتكلم على، بتقول هي كوركشن اوف يونت ويت اند ووتر كونتنت فور سويل كونتنت اوفر سايز بارتيكل، يعني بتتكلم على الركام اللي هو الكبير اللي احنا بنقول عليه اللي هو فوق منخل 19. لو ناخد بالنا في نفس المواصفه جايبين هنا حاجه اسمها ريفرنس دوكيومنت، يعني ايه المواصفات اللي هو ممكن نرجع لها علشان الاختبار بتاعنا يكون كامل، يعني كاتب لك هنا المواصفه اللي هي مثلا بتاعت البروكتور المعدل، البروكتور القياسي. معايا حضراتكم هي مكتوب كلها، الارقام كلها هي واضحه، ممكن نرجع لها برضو. يا ريت تخلوا الريزوليوشن بتاع الشاشه جودة عالية عشان الأرقام اللي كانت على بنكتبها واحنا مع بعض مع زمايلنا جوه المعمل على السبورة تبقى واضحة، وفي نفس الوقت المواصفة اللي قدام حضراتكم دي تبقى واضحة. ولو حضراتكم كنتوا عايزين المواصفة نفسها ممكن أحملها لكم وأشيرها لكم إن شاء الله لو طلبتوها. هنا بقى هنلاقي كل المعادلات اللي احنا بالآخر صفناها للمعادلة البسيطة اللي احنا قلنا عليها وحسبناها مع بعض، وده نوصل الأرقام. أدي كمية معادلات بسم الله ما شاء الله، هي معادلات كتير جدا.
فاحنا بنشكر الشخص اللي هو صفرنا المعادله ديت اهي، المعادلات اللي قدمناها شايفين. يا ريت برضو نقلب الشاشه عشان نشوف البيانات دي كلها اهي. كل ده كل دي معادلات اهي، كل دي في نفس المواصفه اللي احنا بنتكلم من خلال هي المواصفه دي كلها ثلاث ورقات مش كتير قوي، لكن هنرجع لمواصفات تانية اللي هي 1557 ودي 698 ودي 1557 وسي 127. هنرجع المواصفات دي كلها عشان يبقى الداتا كلها كاملة عندنا. دي كانت فكرة على المواصفة اللي احنا بنتكلم من خلالها، ويا ريت نقراها كويس ونرجع للمراجع اللي هو بيرجعنا ليها. فلازم ناخد بالنا من المواصفة دي وقراها كويس، ودي كانت فكرة بسيطة على الكوركشن فاكتور للاوفر سايز بالنسبه للعينات التربه اللي هي فوق من 19. بكده اقدر اقول انا خلصت الفكره البسيطه بتاع الموضوع دوت، واتمنى ان انا اكون وفقت، واشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات خاصه للتربه، واتمنى ان اكون وفقت. وأرجو منكم التعليق، ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.